على الاخيره، الاخيره اللي هي كانت ايه؟ العشره. العشره يا اهلي صح كده؟ العشره دي خدت هبطت ناس كتير. انا بشوف ان هي رايحه للاجهاد بشكل بعيد عن المؤثرات الخارجيه والتحكيم والمؤثرات كله، ولكن المؤثرات الخارجيه حاله نفسيه اللي انت جبت حاجه كبيره قوي وهديت الهدوء، جه في توقيت ضغط مباريات كل 3 ايام مباراه. اوكي. دخلت ببند المنافسه القويه مع نادي الزمالك طبعا. اللي هو كان مرتاح قبليها تحت شهر وبعد كده بدا يرجع، طبعا رجع فريش ووضع طبيعي جدا، وكانت فرقته قبل الصراحه فرقه كويسه طبعا. لا لا طبعا طبعا. اللعيبه بدات تخش في مين ماشي مين قاعد، في بص زيطه زيطه كبيره جدا، زيطة كبيره جدا في توقيت صعب. مين اللي هيوصل للماراثون الاخير؟ مين اللي هيلمس الحبل في الاخر؟ فطبعا وضع طبيعي. ده كل كلام حضرتك ده اثر بشكل طبعًا سلبي طبعا طبعا طبعا. فبالتالي فقد النادي الاهلي الدوري. ولكن لما تيجي تبص على الدوري، الله، طب ما انا واخد دوري، واخد قبلها يعني، واخد دوري، واخد كاس، واخد سوبر افريقي، سوبر محلي، اثنين بطوله افريقيه، ثالث العالم. جمهوركم طماع يا اسلام. لا يا كابتن احنا طمع في الكوره حلو، طمع حلو طبعا مش ما بذبش طمع حلو، طمع حلو يعني جمهوركم طماع استحملوا بقى. لا كان في بعض من لا يشجع النادي الاهلي كان يقول لك ايه، يقول لي يا عم اسلام بقى ما تسيبه حاجه يعني تسيبوا حاجه. والله العظيم بجد انا، وانت عارف الكلام ده برضو لان انت عاشرت كتير اهلاويه كتير، عارف ان الوضع بالنسبه للاهلاوي لا عايزين تكسب كل حاجه. هو ده اللي احنا مش عارف احنا عايشين كده. فكرتني في حوار ادم ابن صغير قوي زملكاوي واحمد اهلاوي مستفز فاحمد جاي متضايق قوي واخد بالك، بعد ما خسروا الدوري بتاعه، فادم قابله قال له يا اخي ما ترحم نفسك بقى يا اخي، بس ادي له حاجه انت مالك فيها برضه. قلت له وقفت بقى جنب ادم، حلو النقاش ده في البيت. وقفت طبعا، ادم كان صغير يعني في الجامعه ده. فقلت له يا اخي ما ترحم اخوك الصغير في ايه يا عم يعني الحوار تحول الى حوار لذيذ. هو ده يعني هو ده الواقع اللي بيحصل يعني. ان انت فعلا بتلاقي اصحابك كلهم من اصحاب الاهلاويه والزملكاويه طبعا، لكن في الاخر يعني بيقول لك بقى بص تطلع. بص يا كابتن سام، ده برضو بياكد لك ان الكوره في مصر حقيقه تجيبها يمين تجيبها شمال، تدخل انديه تطلع انديه، اهلي وزمالك. التنافس موجود ولا كل حاجه موجوده كل حاجه موجوده على مستوى الجماهير، على مستوى الفرق، على 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 ودي حلاوه الكوره. دي حلاوه الكوره ان انت تشوف اللي احنا بنشوفه ده، الاخين واحد اهلاوي واحد زملكاوي. هو قاعد في البيت قاعد اتفرج كده عليه وهو يا اخي ترحمنا بقى سيب لنا حاجه بقى. طب ايه راي حضرتك يا كابتن في الصفقات اللي عملها النادي الاهلي خلال هذا الموسم الجديده يعني، السبع صفقات، خمسه واثنين اعاره؟ لا كويس. انا اسعد واحد اللي ديانج ما مشيش والله. انا مغرم بهذا اللاعب، بتحبه جدا جدا. انا مسميه اللاعب الراقي، في رقي في تفكيره وفي ادائه كده. لا لعيب راقي، مع انه قوي قوي جدا، بس عشان تحط تحتيه راقي دي بالنسبه لي اصلا لما اقول على واحد ده راقي او بفخم فيه جامد او رقي. لا لعيب مهم جدا للنادي الاهلي. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن علاء لانه ده كلام مهم جدا، ونعرف رايه برضه فيما يحدث في النادي الاهلي والصفقات الجديده، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، خمس صفقات جابوا من النادي الاهلي، منهم بيرسيتاو مثلا اتفرجت عليه في جنوب افريقيا، ميكيسوني واحد من افضل اللاعبين في سيمبا التنزاني، حسام حسن، كريم فؤاد، مصطفى البدري، وعمار حمدي، واحمد عبد القادر. لا احمد عبد القادر رجع تاني ولا رجع؟ لا احمد يعني خلاص موجود خلاص. لا لغايه دلوقتي موجود. لا اعتقد ان في قوه هجوميه قويه جدا صراحه يعني. واللي انا توقعت اللي هم يعني يمشوا جزء او اعارات مثلا اعارات يعني كان قلتهم يعني حقيقة، هو الفترة الأخيرة للنادي الأهلي كان عندك ديفوهين كان يخش فيه جوان كتير عمرها ما حصلت. نمرة اتنين الحالة الهجومية أنت وحظك، يوم تلاقي الحتة القدامانية الهجومية دي عالية أوي
وساعات تلاقي الدنيا. انت عارف برضه يا كابتن لو بصيت للنقطه دي صح عندك حق، بس هي كلها اجهاد. ليه؟ لان انت لما جبنا، اصل احنا حللنا الموضوع ده، لما جبت الاهداف اللي دخلت فيك كانت بتخش فيك امتى؟ قول لي كده اخر المباراه. في اخر تلت ساعه في المباراه، ده معناه ايه؟ اجهاد. الاجهاد ده جاي على ايه؟ على توالي المباريات. مش معنى كده ان احنا الفريق يعني في اخطاء طبعا، تمام. وحتى كابتن سيد عبد الحفيظ طلع واعترف بهذه الاخطاء، ولكن انا اقصد اقول لحضرتك ان اللي وصلك لهذه الحاله من امتى النادي الاهلي كان بيخش فيه في اخر تلت ساعه اهداف؟ انا جوان كتيره دخل يعني، دخل فيك 28 هدف ولا 27 هدف ازاي؟ ما هو برضو ده زي ما حضرتك بتقول له عامل سلبي واضح جدا. فعشان كده الاختيارات خلاص، انت زي ما اقول ايه، دقت من المر شويه. لازم يبقى عندك الحته الهجوميه على الاقل بنسبه 80% قريبين من بعض، بحيث ان انت لو عندك الظرف ده، لانك انت في اوقات استعنت بناس وقت الزنقه الاجهاد بتاع كانوا بعاد ما عملوش الفرق معاك. ودي المدرب يلحقها ازاي يا كابتن؟ ما انا برضو في الاخر مضطر كمدير فني، او مش مضطر، في مدارس كتيره او معظم المديرين الفنيين مدارسها ايه؟ ان انا 11 واحد بيلعبوا، طالما بيكسبوا بيكملوا. هجيب البعيد ده ازاي؟ بتبقى خلي بالك، ما هو موسيماني عمل كده. مش كان فتره محمد شريف كان ماشي كويس قوي، وإيلو ديانج كان ماشي كويس قوي، مره واحده قعدوا صح وبدا يلعب والتر وحمدي فتحي. تمام. يعني دايما يعمل عمليه بوزيشن في الفرقه، كل ماتشين ثلاثه، واخبار، بحس اللعيبه مش بعيد. في لعيبه خلي بالك بتتاثر بالقعده، اوكي، وفي لعيبه بترجع بسرعه. يعني شوف انا بقول لك على إيلو ديانج، ايه لعيب عالي جدا، بس لما قعد ورجع تاني لا ما رجعش زي الاول، اوكي، قعد فتره وبعدين رجع، اتاثر بالقعده، اوكي. عكس محمد شريف، محمد لا قعد ورجع، عارف انت ايه بيقول ايه، الغل غل الكوره، رجع مغلوب عايز العب وظروف